بخبرة عالمي لرسم استراتيجية المرحلة الثالثة من رفع كفاءة الإنترنت الثابت ضمن المرحلتين الأولى والثانية باستثمارات بلغت أكثر من 2 مليار دولار. الحمد لله يعني هاتان المرحلتان يعني أدتيا دورهما، لأن لولا ما يعني أقيم وما تم من تحديد البنية المعلوماتية خلال عام 2019 لما أمكن للبنية التحتية أن تستوعب الأحمال التي تضاعفت مع ظهور الجائحة. الحمد لله البنية المعلوماتية خلال الجائحة استوعبت التعليم عن بعد، استوعبت العمل عن بعد، استوعبت الامتحانات الثانوية خلال الإنترنت دون شك. الآن نعمل في المرحلة الثالثة على ثبات الخدمة، على نشرها في مختلف المدن والمحافظات لكي يستفيد عدد أكبر من المواطنين منها، لكي تبقى ثابتة في جودتها ومستواها، وطبعا مع الاستمرار في تحسين ورفع السرعة.